استعرض وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان مع المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمه الدوليه للهجره السيده كارميل اجودو الجهود التي بذلتها حكومه مملكه البحرين في المحافظه على استقرار سوق العمل خلال فتره جائحه كورونا كوفيد 19 واوضح حميدان ابرز المبادرات التي قامت بها مملكه البحرين لحمايه القوى العامله خلال فتره جائحه كوفيد 19 والاجراءات التي قامت بها لضمان لتوفير بيئه العمل الصحيه والامنه والحياه الكريمه لكافه الافراد والمقيمين في مملكه البحرين، مؤكدا حرص المملكه على ضمان رعايه حقوق الافراد والمساواه بين مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن تعزيز التزام البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدوليه.